عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة معي دائما جديد. هذا خطرة جبت لكم طاخت جديدة بنينة سهلة، تبعوني برك وغادي تنجح لكم. هذا طاخت اسمها لو غاتو شوكولا رويال ولا لو تريان. هذا طاخت فيها ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي لا داكواز. هذا داكواز غادي نحتاج فيها ثلاثة بياض بيض، مغرف ونص فارينة ولا 30 غرام فارينة، 75 غرام سكر بودرة، 45 غرام لوز مرحي، 30 غرام نواة كوكو مرحية، و 30 غرام سكر عادي. نعاود، غادي نحتاجو 3 بياض بيض، 3 بلون دوف، 30 غرام دو فارين، 30 غرام فارينة ولا 1 كويير و نيم. نحتاجو 75 غرام دو سكر غلاس، 45 غرام داموند اون بودر، 30 غرام دو سكر و 30 غرام دو نواة كوكو. نبداو. اول شيء غادي نديروه نجيبو البياض والسكر بجيه ونحطو المكونات المتبقية بجيه. نحطو بياض البيض ونجيبو الباتور. من يبدا يطلع لنا البياض البيض تاعنا، كي يبدا يطلع مليح تما عادة نضيفو عليه السكر. تابعوني تشوفوا الطريقة. بعد ما بياض البيض تاعنا طلعناه مع 30 غرام تاع السكر، تحصلنا على هذا الخليط. نجيبو دروك صفاية ونحطو فيها 30 غرام تاع الفارينة مع 75 غرام تاع السكر غلاس. نقسموها اون دو فوا. نخلطو الاولى، faut mélanger délicatement. عيب شوية باش البيض ما يتكسرش معنا. بعد ما دخلت الكمية الأولى نغربلو الكمية الثانية. دروك نزيدو لا بودر داموند، لا نواة كوكو، نحطو
c'est bon. دروك اون فاليت هذه في البلاط تاعنا ونعاودو نجو. هنا انا استعملت هذا لو بابي كويسون قابل للغسل. شوف كيفاش هذا سهل بزاف وبخاتيك باه تقلعوها بكل سهوله. واذا ما كانش متوفر استعملوا بابي كويسون عادي، ولكن بابي كويسون الي اوبليغاتوار. هذا هو القطر تاع البورت بياس اللي غادي نستعملها انا. ما غاديش نعمره، هو غادي ندير قبل ان روبير باه نعرف وين نحبس ونستعمل لاباط وحدها، ما نديروهاش رقيقه نديروها عريضه. وندخلوها طيب على 180 دوغري بوندون 15 مينوت او ماكسيموم. سا ديبو تدي معاكم 12 ولا 13 مينوت، المهم عسوها وما تخلوهاش تحمر، لازم تقعد بيضاء. سيو نديروها كاع نيشان باه ما تجيش جهه طالعه على جهه، وما تحلوهاش بزاف كيما قلنا، ديروا غوفير على حساب البلاو فوق تاعكم باه من بعد نقطعوها. سا سي بون، ديروها في الفوق ونتلاقوا بعد ما طيب. هاي لي لا داكواز تاعنا بعد ما خرجناها من الفوق، نخلوها تبرد تماما ومن بعد نقصوها على حساب بورت بياس تاعنا هكا، ولكن دروك نخليها تبرد تماما ومن بعد نعاودو نولوها. لا داكواز تاعنا هايلة راهي واجدة. دروك نجيبو هذاك لومو تاعنا بوغ لا ديكوبي اون سور ميزور. نجيبو ان بلا سور ميزور على حساب لو سيركل تاعنا باه يساعدنا من بعد في من نديرو لو غلاساج ميغوار. الان نروحو للطبقه الثانيه اللي هي لو كروستيون. فور لو كروستيون غادي نسحقو 20 غرام تاع ديول محمرين غادي نطحنوهم. هي نورمالمون نديرو لي كريب دونتيل، مي من حنايا ما عندناش لي كريب دونتيل في الجزائر، ما بغيتش ندير لكم لي زانغريديون انتروفابل، عوضناها بالديول 20 غرام تاع ديول محمصين. نسحقو 65 غرام تاع شوكولا ولي، 20 غرام دو برالان، 65 غرام تاع براليني. نعاود 20 غرام تاع ديول ولا لي كريب دونتيل، نسحقو 65 غرام شوكولا ولي، 20 غرام برالان، 65 غرام براليني. نبداو بالديول، نكسوهم كاع. هذا سي جوست pour avoir le croustillant. Déjà elle tabaka c'est moi le croustillant. D'accord. Je sais ce qu'il fait. Voilà. Zidouli ha. Le pralin. On zidouli ha. Le praliné. هذا براليني، دوك نوريكم كيفاش تصنعو هو و لو برالان تاعو. نزيدو عليهم لي 65 غرام تاع شوكولا ولي.
خلطوها مزيان. ونروح نحطهم فوق لاداكور تاعنا. باش نصنعوا لو بخالان تاعنا غادي نحتاجو 50 غرام مخلطه لوز وبندق. تقدروا تستعملوها كاع لوز ولا كاع بندق، وتقدروا تستعملوا 50 غرام تاع كوكاو عادي، وتزيدوا معها 50 غرام تاع السكر. دوك نوريكم طريقه التحضير. هنا نجيبو اون كاسرول، انا بريفير اون كاسرول باه عليه اللم يجينا ساهل. المهم تكون ما تلصقش. نحطوا فيها هذوك لي نوازيت لي جامون تاعنا، ونفرغوا فوقهم لو سكر. قلنا 50 غرام 50 غرام، درتو 100 غرام ديروا هنا 100 غرام. دونك درنا 50 غرام ميلونجي انتر اموند اي نوازيت معها 50 غرام دو سكر، نخلوها في لي كاراميليزي. دروك ما نحركوش حتى من يبدا السكر يذوب باه نحركو. غيبدا يذوب السكر نبدو نخلطو. لازم اللوز وهذاك البندق كاع يتلبسو بالسكر، عليها اللي يسموه بالعربيه الملبس، على خاطرش هذيك الحبه تاع اللوز ولا تاع الكوكاو ولا تاع البندق لازم كاع تتلبس بالسكر. اونفوطون راه يذوب حتى يولي كراميل، يولي كراميل عليها. دائما خلطي بمغرف تاع خشب. لازم كاع داك السكر اللي راه لاصق في الحبه يذوب ويولي كراميل. شوفوا كيفاش، شفتوا كيفاش ولا هنا اش نديرو؟ كنا وجدنا لو بابي كويسون شفتوا على بدكم لازم تكون مقله ما تلصقش باين هو تخشي. نحلوها بيان هكا لو بابي كويسون ونخلوها تبرد تماما ونعاود نوضع. بعد ما برد تماما نحصلو على هكا منوبة هنا. هذا نطحنوه غبرة. كي نطحنوه غبرة هذيك لا بودغ هي لو بخالان، ويلا بغينا نردوها بخاليني كيما هكا نضيفو عليها نفس المعيار 50 غرام تاع الشوكولا، نذوبوها ونخلطوها مع هذيك لا بودغ تاع بخالان نتحصلو على بخاليني. دوك نطحناه ونوريكم. بعد ما طحناه تحصلنا على هذه بودرة البخالان.
هذا هو لو بخال نتاعنا. ولا بغينا نصنعوا به بخاليني كما في هذه الوصفه نسحقوا بخاليني، اش نديروا؟ ندوا منا 50 غرام من البخاله هذا ونضيفوا عليها 50 غرام شوكولا ذايبه، نتحصلوا على هذا المزيج بخاليني. هذا لا داكوستانا نضيفوا عليها لو كروستيون. نسيو نديرو ان سيركل مي ما نوصلوش للحواشي. هاكا نخلو حوالي ان سنتيم على لي بورجور. هاكا نخلوها ترتاح في التلاجة لو طون لي نوجدو لا تخوازيام ايتاب. نروحو لا تخوازيام ايتاب، نبداو اول شيء بلا كريم شانتيي. عندنا 1 فير تاع كريم شانتيي تاع بودره دو شانتيي، كاس بودره دو شانتيي مع كاس حليب، غادي نطلعوهم مع بعض ونخلوهم بجيه ونروحوا للخطوه الثانيه. هايلا لا كريم شانتيي تاعنا بعد ما طلعناها، نخلوها في الفريجيدير لو طون اللي نوجدو المرحله الثانيه. الان في المرحله الثانيه من الطبقه الثالثه غادي نحتاجو 3 صفار بيض اللي بقاو من لا بروميير ايتاب، 3 جون دوف، غادي نسحقو 20 غرام دو، 20 غرام تاع الماء، ونسحقو 30 غرام تاع السكر، 30 غرام سكر، 30 غرام دو سكر. غادي نحتاجو 125 غرام دو شوكولا ولي فوندو. اول شيء نبداو به نجيبو اون كاسرول نحطو فيها هذاك السكر ونحطو فيها الماء ونديروهم فوق النار يغلو. هنايا اللي عندها لو ترمومتر تحبس عند 118، من تلقاها 118 تزيدها على البيض اللي غادي نكونو ديجا بدينا نباطو فيه. اللي ما عندهاش ترمومتر لازم تولي من تقلع من النار كي يبدا يغلي ويدير هذوك الفقاعات هذوك لي بول، لازم من نقلعوه من النار يقعد ان مومون وهو يدير فيهم، معناتها ماشي تمتم يبردو. اذا شتيها كي واخا تي من النار تمتم حبسو معناتها مازال ما تقلعيه، زيدي خليه فوق النار. واللي عندها ترمومتر سهله 118 تحبس. بعد ما صفى البيض خلطناه مع هذاك لو سيرو، نجيبو لي 125 غرام تاع الشوكولا
ها فوالا لو ميلونج اللي تحصلنا عليه. دروك نخلوه يبرد ومن بعد نزيدو عليه لا شانتيي. بعد ما برد مزيج الشوكولا تاعنا نزيدو عليه لا كريم شانتيي. لا كوش الاولى نديروها برخوف ومن بعد نولو نخدمو غير بشويه باه تجينا ينموس ما طيحش. احنا ما نسحقوهاش وين كريم، نسحقوها ينموس. بعد ما وجدت لاموس تاعنا هنا كإضافة، هذه اختيارية يعني ماشي لازم، أنا بغيت نضيف عليه البخاليني اللي بقالي، ماشي بزاف كمية صغيرة باه نبقاو في لوتان تاع البخاليني. بعد ما الطبقه الثالثه وجدت وطبقه الثانيه تاعنا تاع الكوستي سي بون نشفت، هنا نعمرو لازم نسكمو السطح تاعها مليح هاي اللي دروك هي وجده. نديروها في الفريجيدار يوم كامل ولا في الكونجيلاتور 2 ساعات. ها ولا لو تريانو تاعنا بعد ما كملناه ولا لو غاتو شوكولا رويال درتها غلاساج ميغوار. غادي تلقوا لا ريسيت تاع الغلاساج ميغوار في الرابط. فوالا هذه هي لا فان. والان ما عليا غير نقولكم ما تنساوش ديروا ابوني، ولا عجبتكم الفيديو ديروا جيم، وما تنساوش تكليكوا على لا كلوش باكا يوصلكم توجور الجديد. والان تهلاو لي في روحكم. سلام.